بسم الله الرحمن الرحيم. نطق عربي وعربي مكتوب بالأحرف الإنجليزية وعربي فور يو المعنى بالإنجليزي. هناك قصيدة للكاتب في مجلة جاد في ام يقرأها القارئ وهناك تسجيل صوتي بالعربي. ذكر بيتا عشنا سويا بلا خوف من شيطان رجيم فالكتابة باللغة الإنجليزية تنطق أو البيت بيت الشعر انتهى بالنون من شيطان رجيم. هناك بيت آخر في العمود عن يمين القارئ: أنا ابن مكة وستي وأمي ربياني صغيرة، لكن بالإنجليزي: أنا ابن مكة وستي وأمي ربياني صغيرا. وهنا بيتان من الشعر: عشنا سويا بلا خوف من شياطين من شيطان رجيم. أنا ابن مكة وستي وأمي ربياني صغيرا. باللغة الإنجليزية كتب أو كتبت القصة في عمود رابع تحت الثلاثة الأعمدة. تعطي المعنى لبيت أو للقصيدة. نجد القصة تقول: هذا الشعر وهذه القصيدة بدأت
في عام 1958، ولكن كان هذا العام هو ميلاد الشاعر، وكان عنوان الشعر أو عنوان القصيدة ست شامية، وهذه القصيدة أو الديوان مجموعة قصائد هي بين الفترة 1952 إلى 2022 سنة إعداد هذه المجلة. واسم الشاعر أو اسم شهرة الشاعر هو نانواس، أنواس، أنواس. أنا قال الشاعر هو اختصار حروف من اسمي، and was هو الماء والهواء، ويترك لنا الشاعر حرف الاس نستنبطه من بيتس. هكذا ستستمر القصيدة أو الأبيات وتستمر القصة، وشكراً.